السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بيتك عامر. طبعا الحلقة اليوم راح تكون خاصة في مناقشة تصاميمكم التي أرسلتوها لنا من خلال تويتر، وراح يكون معنا ضيفنا الدائم المهندس مذكر بن دغش القحطاني، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، ارحب بكم وارحب بضيفنا الدائم المهندس مذكر بن دغش القحطاني. حياك الله. حياك الله مهندس ينادي. ابو معاذ، بعد حلقه مناقشه التصاميم الاخوان المتابعين عبر تويتر، الناس بدأوا يطلبون اكثر واكثر واكثر، يبغون نكمل موضوع مناقشه التصاميم، لان اعتقد بدات تتضح عندهم الرؤيه من ناحيه التصاميم وكيف طريقه التصميم ولمن يروحون في التصميم، فيا ريت نكمل من هذه الناحيه. طبعا لا تكثر عن التصاميم الشيخ. والله هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بك مهندس وأرحب بالسادة المشاهدين، وأنا أعتذر يمكن المرات الماضية طبعا في تويتر لم أناقش تصاميم، رغبة في أن أجمعها وأعرضها في البرنامج تكون عامة للناس ويستفيدون منها. راح نكمل لكم، وهذه حسب ما تأتيني، ما في شيء، وأنا أحاول قدر الإمكان حتى أنه أكون كأني أنا المالك وأناقشها من وجهة نظر كمستخدم بنظرة يمكن هندسية وبالتعاون معك. هذا أحد التصاميم أيضا نكمل معه، لضيف الله الشمراني جايب تصميم عبارة عن يعني أتوقع دوبلكس، مربعات دوبلكس، لا يعني هو في تنظيم إلى حد ما إلى جيد صراحة، ولكن يحتاج إلى بعض الأشياء. أعطيك بس فكرة، يعني هنا هذا مدخل الرجال أو مدخل العمارة. يا ليت تقسم بخط أحمر كذا. طيب هذا هو القسم اللي قسمين، وهذا منور طبعا. هذا شقة وهذه شقة.
ممتاز. يجي هنا مدخل عام للعمارة أوكي، والدرج مع المصعد، ومدخل نساء ومدخل رجال. إيش النقطة المهمة واللي يغفل عنها كثير من الناس في مثل هذا الأمر؟ ما استغل الارتداد إنه يسوي مدخل جانبي أقل شيء في الدور الأرضي، وهذه كثير تحدث في بعض المخططات. أدوار منفصلة يا أبو معاذ. أي دور منفصل، هذا دور منفصل، غرف نوم ومجلس ومقلط وكذا كشقة صغيرة. لكن إيش اللي أنت عندك ارتداد هنا وارتداد هنا للشقة، فأقل شيء الدور الأرضي للشقتين يصير فيه مدخلين، مدخل للرجال من هنا، وهذا تستغله كمدخل من الارتداد. نعم، من الارتداد يصير في مدخل آخر لقسم النساء، فأنت تستغل مدخلين الشقة وتستغل الارتداد. هذا أول نقطة، هذا ما في مدخل على طول، مدخل هنا أنا أبغى أدخل لقسم النساء، هذا مدخل لقسم النساء واضح عندي. يعني هذا تطنب لون يعني. هذا لو هذا عفوا انا بس ما ادخل في موضوع الفرق الرياضيه ونبلش بعدين. لا مش قضيه. هذا مدخل، هذا مدخل النساء ما تم، وهنا انا ابغى اقصد انه تستغل الارتداد لوضع مدخل اخر من هنا. طيب نجي للتصميم. فكرته يعني على اساس بس تكون واضحه، طبعا هنا عفوا اللون الاحمر يكون واضح، هنا مدخل، هنا مجلس الرجال مع دورة المياه، وهذا جيد، وحدة واحدة وفي نفس الفراغ ما ينتقل إلى 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 الخلف عشان يروح دورة المياه. هنا كاتب غرفة نوم، طبعا أنا ما أدري ليش كاتب غرفة نوم هذه، يعني هذا المفروض مقلط، مفروض إنه يكون مقلط ويصير له فتحة يعني مفتوح على الصالة. هنا مكان الصالة جيد، لاحظ، وهنا المطبخ، المطبخ في الداخل وعلى المنور، والصالة هي التي على الارتداد، لأنه ما عنده حوش. كتصميم شقة هذا جميل. جميل. طيب. أنا أتكلم الآن ترى هنا أيضا، هنا مدخل، هنا غرفة النوم الرئيسية مع حمام داخلي، وغرفة نوم مع حمام مشترك. يعني إلى حد ما مدروسة من الناحية الفراغات. فقط انه المدخل لو استطاع انه يسوي مدخل اخر من هنا بحيث انه يصير يعطي حتى ناحيه استثماريه للدور الارضي، يصير كانه مدخلين ومفصوله ومعزوله، وفي نفس الوقت يستغل الارتداد هذا. الارتداد هذا مترين، يعني ممكن انه يصير الصاله هذه تطل عليه بزجاج، فيصير في امتداد بصري على الصاله فيكون افضل، لانه ما عاد صار لك اي ارتداد، هذا راح يكون كانه صفر، غير مستغل تماما. هو صغير جدا حتى الاطلال. نعم. عليه اعتقد غير مجدي، بس انه انا افضل اذا ما عندك، اذا عشان على الاقل عشان اضاءه، دخول اضاءه، اضاءه وفي نفس الوقت يخرج ويدخل معه. بعض ترى الارتدادات يتم تصميمها بطريقه جميله على فكره. نعم. وزراعات وشيء جميل، وقد نتطرق لبعض هذه الامور في 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 حلقات او في تقارير تحدث في يعني معالجه الارتداد بطريقه جميله. نعم. هذا أحد، طبعا نفس الشيء بالنسبة للقسم الثاني. نعم. هذا أحد التصاميم، يعني هو كشقة خلنا نقول. نعم. تصميم جميل. نعم 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 صحيح. هنا أحد التصاميم الأخرى أوكي للأخ حمدان، فلة. لاحظ نبي نشرحها نفس الحكاية فقط. اي نعم. هنا مدخل الرجال. نعم. يمكن حتى المسجد شو اسمه ما يكون. نعم، هنا مدخل الرجال، هنا مجلس الرجال ودورة المياه. انا ضد الصالة. نعم. الاشكال هذه، لانها زي ما ذكرت متعبة في الاثاث، متعبة في الاثاث، ومتعبة في الاعمدة، ومتعبة في التخشيب، والمقاول لما يشوفها راح يزيد سعره. فيها في العظم، بعكس لما تكون مجرد مستطيل. لاحظ هنا مدخل النساء، لاحظ الحمام هو الذي يطل. أنا ضد أنه يكون في الزاوية، ويفضل دائما، أنا لو كنت يعني بأصمم أقدر أحط هذا مجلس النساء وأحط الحمام هنا، بحيث أنه يعني يصير في أحد الغرف هي التي تطل وليس الحمام. هذه من الأساس. النقطة الثانية، لاحظ الصالة
ما هي ماخذة الإطلالة السليمة إلا على السيارة، هذا مدخل، هذا مكان السيارة. لاحظ هنا الدرج، فراغ الدرج كبير جدا، أنا أشوف في هدر في المسطحات. درج داخلي طبعا، مسوي الدرج، نعم درج شبه داخلي. إيش أنا 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 هذا الدرج صراحة في المساحات الصغيرة المفروض إنه ما يكون، صحيح إنه يكون درج عادي. نعم خدمة. درج الشرفي والدرج الأبهة اللي يقولون هذه في القصور، نعم. لأنه يأخذ منك مساحة ويأخذ منك فراغ، وقد لا يعني تستفيد من الفراغ في مكان آخر. مش شيء جمالي بعد عشان تحطه في وسط الصالة. أحسنت. نعم بعضهم يعني يقول قد يكون إذا عندك فراغ كافي ما عندنا مشكلة، لكن بيتك صغير وأرضك صغيرة، أنا أفضل الدرج العادي مباشرة لأنه ينقل الحركة. يعني ما نبغى شيء جمالي فعلا ويكون فراغ ونجلس وننام في الدرج حنا. صحيح صحيح. يعني هو فراغ. يجي هنا طبعا هو الأخ حط غرفة، خلنا عشان نوضح لله، حط غرفة نوم، وهذه طبعا إذا كان لا حاجة. في بعض المرات قد يكون الوالد أو الوالدة موجودين، فجميل أنه بل تكون هي أفضل مكانه وإطلالة. أحيانا يحتاج هو صاحب البيت في حال لا قدر الله يعني حصل له أي، نعم. هذه من الأشياء اللي تكلمنا فيها في حلقة الوصول الشامل، نعم يكون البيت مهيأ. صحيح. ولكن فعلا يجوني يعني بعض المتابعين ويقول أنا عندي والد أو والدة، نعم. وفعلا يجب اختيار له أفضل مكان، حتى أفضل من الصالة. صحيح. يفضل هذا بحيث أنه يعطى هو روح البيت صراحة، الوالد لما يكون موجود أو الوالدة. نعم. يأتي بعدين المقلط، يكون خلف الدرج. هنا لاحظ أن المقلط معزول تماما عن البيت وعن التصميم بالدرج، لا يمكن استخدامه إلا للمقلط، مسدود بالدرج هنا، مدخل هنا الرجال ومدخل للنساء. هذا أنا أشوف دائما يفضل أن يكون فراغ ممكن يكون مع الصالة، حتى يمكن استغلال الفراغ مع الصالة، لكن هنا بالطريقة هذه ما يمكن استخدامه إلا لمقل المقلط فقط، وهو اللي يمكن ربع ساعة تقريبا للغداء. لاحظ هنا المقلط كما ذكرنا أنه معزول تماما عن البيت، ولا يمكن استخدامه إلا أن يكون مقلط فقط، معزول بالدرج، ما في أي امتداد له سواء للصالة أو لمجلس الرجال أو لمجلس النساء، فمعزول تماما ولا يمكن استخدامه إلا الوظيفة اللي وضعت إليه، وهذا فراغ يعني قد يكون مهدر أغلب السنة. لاحظ الصالة هنا، أنا ما أحب بالشكل هذا مع أنها محكومة طبعا وكل يمكن فرشها، لكن قد يكون فيها صعوبة، لكن الإطلالة يعني لو وفرنا هذه المساحات الضائعة، لاحظ مع المقلط أنا أستطيع أني أخلق فراغ في الخارج للحديقة. هذا أحد التصاميم. نجي لتصميم آخر. نعم. إحنا نمشي على حسب يعني ورود هذه المخططات. نعم. هذا الأخ عبد العزيز اليحيى عنده تصميم. لاحظ أيضا هذا مدخل الرجال، هنا المقلط وهنا المجلس، ولاحظ أيضا الحمام في الخلف، أوكي، وشابك الملحق أو المكس المشب، حاط مسميه مشب، مع طبعا من الناحية النظامية غير مسموح. نعم. يجب يصير في فراغ لا يقل عن متر ونص بين البيت وبين هذا، لكن هذا أحد التصاميم. بعدين يجي للصالة مدخل، لاحظ المدخل هذا مو مدخل مدروس من الناحية المعمارية، داخل في وسط الصالة على طول يدخل، وهذا غير صحيح، يجب أن يكون في عندك يعني مدخل أولا ثم تأتي للفراغ، وليس مباشرة كما تعرف كمعماري يدخل، لأنه عندك غبار وبعض الأشياء. صحيح. يعني تأتي والمطر، ولذلك لابد حتى من وجود مظلة، مفترض أنه يصير في المداخل تكون مغطاة بجزء بمتر من الدور العلوي للشمس والغبار ما تكون مباشرة على الأبواب. هذا موضوع هنا الصالة، وهذا المطبخ يعني مكانه يعني مناسب.
لاحظ هنا مجلس النساء وين حطه؟ فالنساء راح يكونوا على طول مباشرة يقطعون الصالة، فأنت لن تستفيد من الصالة إذا جو نساء. وهذه النقطة اللي أركز عليها لإخواني المشاهدين، أنا ودي صالتي تكون لي أنا ولأولادي وأكون مرتاح فيها بدون أن يكون هناك إزعاج لدخول الضيوف سواء الرجال أو نساء. صحيح، هذا اللي أنا صراحة أنادي به، هذا المفروض. كثير من المخططات تكون محيوسة قسم النساء، فما عاد أقدر إذا جو ضيوف ما عاد ينشل البيت تماما، أنت ما تقدر تتحرك في بيتك. نعم، هذه من الإشكالات. طبعا هو حط غرفة نوم، غرف نوم في الخلف وبينها حمام، وشوف لاحظ وين حط، أنا ما أدري ليش الحمام هذا لحاله خارجي وعلى الحوش هذا. شوف لاحظ عنده ما شاء الله حمام في آي بي في أحسن مكان، ما أدري ليش، طبعا قد يكون له يعني سبب، ولعله يوضح لنا بعدين لما نشوف المخطط. هو ممكن طلباته، ولكن أعتقد طلب هو غير مناسب تصميميا ومعماريا. صحيح، أوكي، قد يكون له وجهة نظر، لكن المعماري قد يحل له هذه المشكلة. مفروض. نعم، لاحظ هنا الفراغ الضخم، المقدمة اللي أنا ودي أنها يعني تكون في العائلة. كثير من مساكننا يا مهندس عناد والإخوة المشاهدين والمشاهدات، مقدمات ضخمة قدام البيت يمكن ربع البيت لا يستفيد منها إلا السيارة ومدخل الرجال، هي مجرد مبلطة لا يمكن الاستفادة منها، والحوش أو الارتداد أو العائلة على الارتداد المترين. هذه شيء ثلاث سيارات. أيوة، فأنا ودي إنه يعاد دائما فكرة إنه المقدمة، أنا ما أحتاج مقدمة إلا المقدمة النظامية. وهذه فائدة النظام صراحة، المقدمة يقولون خمس الشارع، طبعا نحن نظامية إنه الارتداد في المقدمة يكون خمس الشارع. هذه بالنسبة للمقدمة. المقدمة الصحيحة أنا من وجهة نظري هي الناحية النظامية اللي هي دائما تكون خمس الشارع، فإذا كان الشارع عرضه 15 فهي 3 متر كافية كمقدمة لقسم الرجال، لأنه غير مستغل ولا يمكن استخدامه من قبل العائلة، ويكون دائما للسيارة وعرضة للشمس وعرضة لعدم الاستخدام. صحيح. فعطه التقدير النظامي فقط. صحيح. وحط الفراغات الزائدة تكون في الجانب للعائلة. أبو معاذ راح نكمل إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. معاذ، قبل الفاصل كنت بتورينا مخطط، يا ريت نكمل. طيب، هذا في احد المخططات اللي فيها اشكال يعني مزدوج، هذا صاحب السمو الملكي سأل الله يوفقه ان شاء الله. نعم،
طبعا ما هو حقيقي طبعا، ليس صاحب سمو حقيقي، ولكن في احد الاسماء المستعاره في تويتر. نعم. الشاهد انه ننظر الى تصميمه هنا مدخل، طبعا هذه من الاشكالات ايضا، انه مدخل الدور الارضي مع الدور العلوي سواء، وهذا اللي نحذر منه دائما. خل مدخل الفكره دائما انه عندك، اذا كان عندك ارض استغل الارتدادات، مدخل للرجال ومدخل للنساء ومدخل للدور العلوي، يكون في فاستغلينا الارتداء العكس يعني، او العكس، نعم ما هي اشكال، يكون في المهم الجهة المقابلة له، كل واحد ما يحطه في الواجهة اهم شيء. ايوه، يكون هذا هو الهيكل العام لاي استفادة من اي تصميم. نعم. مدخلين، لانك تستغل المدخلين. لاحظ اخي هنا حط مدخل واحد للدور العلوي ومدخل للرجال ومدخل للنساء. اوكي، فدخل هنا، دخلنا، جاء هذا المجلس الرجال مع دورة مياه ما شاء الله ومقلط، ثم وضع مجلس النساء في آخر هذا الكوريدور. ما تلاحظ ان مساحات كبيرة مرة من هذا؟ بصرف النظر 4 في 6 مساحات كبيرة طبعا، بس خلينا من المساحات عشان ما نشتت المواطنين، خلينا في التوزيع الآن. لاحظ هذا السيب الطويل المفصول، مدخل ومجلس النساء في آخر البيت، معزول تماما يعني. وحتى أيضا ما يمكن المرأة كيف تقدر تخدم مجلس النساء من أمام المقلط وأمام مدخل الرجال؟ صحيح، واضح يا شهندس؟ صحيح. يعني لاحظ أنه هذا مدخل الصالة اللي بحيث التخديم أمام مدخل الرجال، تضطر المرأة أنها تذهب إلى قسم النساء لتخديم النساء وتروح وترجع، لأنه هذا هو قسم الضيوف، حطه هذا نساء وهذا مقلط وهذا رجال، وفصل فصل تام. هو شيء جميل انه يفصل، يحط زون الضيوف يختلف عن زون هذا شيء يعني، بس انه مو بالطريقه هذه، مو بالطريقه انا هذه شايف تماما، حتى شايف ان المساحات اشكال بعد، غير 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 انه ما يمكن التخديم من قسم البيت صحيح ويروح لقسم النساء، اصبحت معزوله ولا يمكن خدمتها، هذا لا يمكن تنفيذه. وانا يعني انبه الاخ من عدم تنفيذ هذا المخطط. النقطه الثانيه، لاحظ الفراغ الاخر اللي هو الصاله، في عندي فراغ موزع اللي هو هذا، انا ما ادري وشه، وفي عندك الصاله فراغ ضخم ما هو مدروس، بعدين جايك هنا المطبخ وجايك غرفه نوم بحمام وغرفتين نوم بحمام، هذا توزيع البيت. اشكال طبعا، هذه فراغ غير يعني مدروس، الصاله على الارتداد، ما في حوش. هل هو فعلا محتاج انه يكون مجلس النساء اكبر من الصاله؟ هذا شيء ثاني طبعا، 4 في 6 حاطه هنا، مجلس الصاله 4 في حوالي 5 واكبر. نعم، وهذه ثقافه الضيوف. لاحظ ان الضيوف تحت تقريبا ترى نص المبنى. لاحظوا يا اخوان، الضيوف مساحتها كمسطحات تقريبا اخذت نصف البيت، والنصف الاخر غير مدروس. صحيح، حاط صاله ووزع غرف النوم على قسمين. اوكي، ولا يوجد اي، هذا توزيع غير سليم صراحه، ولا يوجد حوش ولا يوجد نوع من التصميم في هذا التخطيط، ولا انصح به صراحه. هنا احد الاخ ابو عبد الرحمن عرض تصميمه، عفوا تصميم نقدر نكبره شويه هنا. شوف، لاحظ المقدمه اللي قلت لك يا باشمهندس، في قسم الرجال، هذا مدخل الرجال، هنا المقلط، وهنا مجلس النساء، هذا مدخل وحمام النساء ومجلس النساء، ما وهنا الصالة على الارتداد، ما في أي فراغ. وهذا الفراغ الضخم اللي يمت، طبعا إذا استثنينا المشب وهو من قسم الرجال، يمكن ثلث البيت مقدمة غير مستغلة استغلال صحيح،
يعني هل يمكن للبيت أو أهل البيت إنه يجلسون ويلعبون في هالمكان أو الأطفال أو الحديقة أو يشبون ولا في المقدمة قسم الرجال ومكان السيارة؟ لا يمكن. هذه من ضمن الملاحظات. طبعا يدخل هنا المقلط، هنا مجلس الرجال بدورة مياه، يعني شيء جيد أنه استغل دورة المياه بين المشب وبين المجلس. وبعدين تجي هنا الصالة والمطبخ، وأظن هذه شقق طبعا أو غرف نوم. لا هذه غرف نوم، قسم حاط لغرف النوم، هو دور منفصل يعني. دور منفصل طبعا. هو جيد أنه يكون قسم غرف النوم تكون في جهة مستقلة، لكن توزيعها يحتاج إلى إعادة نظر. نعم هذه من ضمن المخططات. خلنا نوضح أن المسألة ترى مسألة مربعات لزقها بجنب بعض يطلع لك تصميم. أحسن. السالفة مين كذا يعني؟ لا بد يكون في دراسة، لا بد دراسة للحركة، دراسة للممرات، دراسة، لأن كلها مرتبطة في بعض ولها تأثير على بعض. وهذا اللي أنصح، وهذا وظيفة المعماري الصحيح بالنسبة للمواطن. المعماري المحترف هو الذي يقدم لك هذه المخططات يا أخوان. أقولها بكل صراحة، يعني مخططات من المكاتب قص ولزق اللي معروفة، ومجرد أي كلام صراحة. وهي أسعارها اللي قلت لكم من 5000 يمكن أو 6000 ريال وجاهزة، ولا وفيها بعض فيها كثير من الأخطاء، فأنا لا أنصح بها. هو برضو أحيانا يكون الشخص هو نفسه اللي صمم رسم على ورقة وداه مكتب مجرد رسم فقط. في مكاتب تقبل بهذا الشيء، تقبل أيوة. انه يرسم لك اللي انت جايبه خطأ صح، مو قضيتي. أيوة. وهذا اللي يحذر منه المواطنين. نعم. لا تجيب مخطط كروكي وتقول للمهندس عطني هذا التصميم، صحيح. لانه راح يفرح المصمم، راح يفرح بهذا ويقول الحمد لله جاني عميل مقشر، صح. واسوي له الشيء اللي يريد وفلوسي 5000 ولا 6000 جاهزه، فما راح يتعب، صحيح. ويقدمها لك ويقول، وتصير المسؤوليه عليك، تقول انت اللي طلبت كذا. انت مفترض، وهذه النصيحه اللي وجهها لجميع المواطنين، انك تجي وتقول طريقه حياتك، ماذا تريد من المسكن. مع الاسف طبعا ما في كثير يفهمون هذا من المعماريين او المهندسين او المكاتب الهندسيه اللي دائما تكون قدام البلديات، صحيح. المعماري يجلس مع العميل وشوف احتياجاته، وهو الذي يقوده إلى الطريق الصحيح بناء على الناحية المهنية والهندسية. إيش احتياجاتك؟ إيش عدد أفراد أسرتك؟ ماذا تريد من هذا البيت؟ ماذا عدد البنات من الأولاد؟ إيش نظرتك المستقبلية؟ كلها هذه مسؤولية المعماري المحترف، صحيح. هذا أحد التصاميم. ونكمل أيضا، هذه على فكرة واجهة التصميم الجيد اللي تذكر يا باشمهندس اللي قلنا في أحد الحلقات الماضية. يعني لاحظ الواجهة كيف مدروسة. هو سبحان الله إذا كان المخطط جيد فهي تنعكس على الواجهة، صحيح. هذه هي الواجهة للمخطط، أذكر الربعي أظن اسمه أو شيء، وسوينا في الحلقة الماضية من المخطط الجميل اللي عرضناه في أحد الحلقات. هذا هو شو اسمه. طبعا خليني أقول لك سر، يمكن وسألوه الإخوان في تويتر وقالوا له كم صممت هذا التصميم؟ نعم. أقدر أقول السعر؟ قال صممته ب70,000 ريال أظن، أو 45، من 45 إلى 60,000 أذكر أنها 70، المهم أنه فوق 45,000 ريال قيمة التصميم هذا. يستحق. يستحق لأنه فعلا جميل. لاحظ الكتل، هل عمرك شفت واجهات زي كذا في شو اسمه في للنا؟ هذه يعني هذا الموضة الجديدة الآن. أيوة، المودر الحديث. لاحظ كتل مدروسة، طبعا مكلفة لا شك، لكن تعطيك جمال للتصميم. جمال، مو جمال بعد، جمال ووظيفة في نفس الوقت، كلها لها تعتبر كاسرات للشمس، تعتبر يعني هو اللي هو هذا طبعا، صحيح. هذا اللي تكلمنا عنه تذكر، اللي هو الأخ الربعي. نعم. هنا أحد التصاميم من الأخت شيخة الجنوب، قدمت تصميم نقدر نراجعه. لاحظ هنا الشيء اللي ذكرت لك في موضوع تصميم الشقق، انه قسمت البيت الى قسمين، هذا قسم اللي هو الفلة، وفي الخلف الشقق. انت ممكن على فكرة انك هذا الشقق ما تنفذها كأنها دوبلكس، وتخلي موقعها يكون حوش، ولذلك تحط في بالك وين المكان اللي يطل عليه،
يعني انت لو حطيت هذا حوش فمفترض ان الصاله تكون هنا صحيح. ومجلس النساء يكون هنا. يبدل بينهم حتى تستطيع انك تستفيد من المكان هذا. انا ما اتكلم عن الاخت شيخ الجنوب، انا اتكلم بشكل عام. اذا الواحد ما يقدر ينفذ الشقق فيحط في اعتباره انه راح يكون مكانها فارغ. فالمخطط العام يجب انه يشوف ايش افضل مكان اللي تطل على هذه الحديقه ولها باب قد يكون او فتحه ممكن تسدها فيما بعد. يعني مو قضيه انت عندك فراغين، اللهم نبدل في انشطتها فقط يعني. نعم. لاحظ هنا مدخل للنساء، دخل مدخل الرجال طبعا، مجلس رجال وغرفه ضيوف. طيب نناقش غرفه الضيوف هذه. غرفه الضيوف بالواقع العملي انت ممكن، وهذا اذا كان القضيه ما هو قصر ولا مخططات، يعني واحد رجل ما شاء الله مليء او غني وعنده قصور هذا ما نتكلم عنه، وله حريه انه يضع غرفه جميله للضيوف لوحدها. لكن عندك مسطحات قليله ومحتاج للكاش، محتاج للفلوس، ليش اخصص غرفه للضيوف؟ المجلس غالبا وضيوفنا هل عمرهم في، يا للاسف والله نتمنى الضيوف يجون وينامون عندنا. الان شقق مفروشه وفنادق ولا يجون. فاذا جو يا اخي اللي ممكن يكون في السنه مره، حطهم في المجلس، مجلس الرجال، تعيد تاهيله. بل حتى في بعض الاثاث انه يكون الكنب، بعض الكنبات تكون كنبه وتقدر ترفعها او يعني تفلها مره ثانيه وتكون سرير وجميل، ويكون استغلال المجلس في اذا جاك ضيوف وهم اللي يعني نادرا ما ياتون، يكون في مجلس الرجال. فليش تخصص فراغ خذ منك مساحه وخذ منك تكلفه يمكن يكلف هذا ما لا يقل عن 30 ألف ريال في التكلفه، اذا عرفنا ان سعر المتر ب 1500 ريال. صحيح. لاحظ ايضا الحمام بطريقه يعني في الخلف اللي انا ما احبذه. لاحظ ايضا الطعام معمول بطريقة ليس له أي ارتباط مع الصالة، فلا يستخدم إلا في التقليد فقط للطعام أو يعني لأي نشاط آخر. ثم يأتي مدخل النساء، لاحظ مجلس النساء أوكي مع دورة المياه، وجيد أنه يكون، ليس كثير من الناس يحطها في المقدمة. صحيح. أنا أفضل دائما تكون داخلية حتى ما تكون في المقدمة، في نفس الوقت ممكن استغلالها من أهل البيت وتخدم أكثر من فراغ يعني. نعم. هنا الصالة بالدرج الداخلي، صار يعني الدرج حينما طبعا يكون زي ما ذكرت لك الشرفي، يحد من ويفصل البيت. يعني أنا لو حطيته في مكان معين هو كأنه حدد الفراغ، كأنه محدد وعلى الطرف وانتهيت منه، فأقدر استغل هذا الفراغ في تصميمات أخرى أو في حوش أو أدخله بطريقة أخرى، ولا يكون هو عائق أمام الامتداد البصري. لا ممكن هو يبغى عائق أمام الامتداد البصري، ممكن متعمد النقطة دي، ما أدري والله، بحيث أنه يحدد الفراغ. نعم. أنا ما أشوف كذا. أنا ودي أنه يكون في مكان غير يعني غير مهم، لأنه ينقل حسب طبعا التصميم فيما بعد. نعم. للدور العلوي. صحيح. طبعا لو دخلنا في الصالة، لاحظ هنا الإشكالية أيضا، أو عفوا الشقة. لاحظ هنا مدخل الرجال جيد مع قسم دورة المياه منفصلة جميل، وهنا مدخل النساء وحاط الصالة على المنور. هذا ما يخص الشقة، وهذا المطبخ وهذا الطعام. أنا أفضل أن تكون تعكس هذا الشيء اسمه، تكون هذه الصالة وهنا هو المطبخ على الارتداد. دائما خذوها قاعدة انه المطبخ يكون داخلي افضل من انه الصالة تكون هي الداخلية، لان الصالة هي مكان المعيشة وفيها النافذة اللي تطل، فالافضل انها تكون، انه هنا الصالة تكون مكتومة جدا وغير مريحة، وليس لها اضاءة طبيعية او اضاءة من على المنور، لن تكون مريحة ابدا عند السكنة في البيت. صحيح. او في الشقة. نعم. ننتقل إلى 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 تصاميم أخرى. هذا أحد التصاميم اللي هو الأخ أو الأخت نور الإسلام، عنده دورين، دور أرضي دور علوي. هذا الدور الأرضي، لاحظ يا باشمهندس عناد التصميم، هنا قسم الرجال، وإذا أضفنا إليه المقدمة كم أخذ؟
نصف المبنى، ثلث البيت يمكن أو أكثر من الثلث. مجلس رجال، ولاحظ الفراغ هذا الضخم، ما هو تصميم، هذا ليس تصميم، مجرد توزيع فراغات. نعم. وغير لاحظوا بالمخططات السابقة أو الخطة اللي هي الوحيد اللي جاءنا. نعم. اللي هو الربعي، وكيف التوزيع الصحيح والفراغات بحيث ما يمتد، تتكلم عن 4 متر حتى تصل إلى الحمام، فمجرد بس أنه يمد كذا ويضع دورة المياه. طبعا هنا الطعام، هنا يدخل إلى قسم النساء أو العائلة، هنا الحمام، ولاحظ الصالة ما شاء الله، وفي هنا غرفة مساندة. أنا ما أدري إيش غرفة مساندة، إيش غرفة، أول مرة أسمعها صراحة، هي غرفة مساندة ما أدري. ولاحظ هنا الطعام، ولاحظ الحمام فين. طيب وين؟ وهذا الطعام فين؟ مجلس النساء مثلا، إذا في عندك مجلس النساء، وهذا الدرج طبعا. وين التقاء؟ كيف الحمام هذا اللي على على الفراغ هذا الجميل حط طبعا، وصار هذا برضو. احنا نهتم بالحمامات بشكل كبير، على الركن وعلى الزاوية وعلى فراغ جميل، احسن مكان يعني. اوكي، ما ادري وشو يعني، هذا حوش كذا، لكن لا يوجد تصميم هنا. يعني الطعام مجرد توزيع فراغات فقط. الصالة يعني المطبخ، شوف لاحظ المطبخ مسدود بالدرج. أنا يعني صراحة حتى فهم مثل هذا التصميم يكون من الصعوبة بمكان. أنا وضحت الحين هذه الإشكالات. لاحظ طبعا الأخ عنده أيضا اللي هو تصميم الدور العلوي. شوف كيف راح كان تصميم يعني عنده فراغ ساحة الأرض جدا جميلة، لكنها تحتاج إلى إعادة توزيع. لاحظ هنا، شوف كيف الفراغ لقسم غرفة النوم الرئيسي. يا أخوان يعني حتى هي مجرد زي ما ذكرت وضع فراغات. صحيح. شوف هذه مدخل وجلسة، وبعدين مكتب، وعفوا إلى هنا، وبعدين مكان الجاكوزي أو الحمام، وهنا غرفة النوم، بعدين يجي الدرج، وهنا غرفة نوم، وهذا فراغ غير يعني مدروس. في عندك حمام منفصل يعني للغرفة النوم، يعني أنا ودي أنه يكون هذا عام. هذا يا أبو معاذ بالمختصر ما له حل، ما له حل. هنا صالة طبعا، هنا شقة، شقة مسروقة يسمونها. صالة لاحظ، ولا أدري طبعا، هنا مطبخ، ودرج هنا ثاني، 2 3 4. احنا الآن قاعدين نعدد فراغات، لا أكثر ولا أقل. هذا ما له حل، ما له حل. يعني هذا يعني لأني أشوفك من البداية، ما أنت بقادر يعني تقول مثلا ننقل هذا هنا. هنا أنت حتى بين عليك أنك يائس من هذا المخطط. طبعا راح نكمل أبو معاذ، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. ضمن فعاليات المشروع الوطني للتوعية الهندسية لبناء وشراء المساكن بيتك عامر، يسرنا دعوتكم لحضور أولى فعاليات المشروع والمعرض المصاحب برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، تحت عنوان المسكن الاقتصادي، المكان مركز الملك خالد الحضاري بريدة القصيم، الزمان من 26 إلى 27 ثمانية 1436 للهجرة، الوقت من 4 عصرا إلى 10 مساء. الدعوة عامة للرجال والنساء. Thank you.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، معاد يا ليت نكمل. طيب المخطط احد المخططات اللي وصلت من محمد الشهري، يعني قدم تصميم اقدر اقول انه في دراسه، لكن بوضح يعني بعض النقاط. لاحظ انه الشكل المعماري للفيلا خلى المدخل الرجال من القسم الطويل في الأرض. إذا عندك الأرض صراحة دائما، إذا كان الأرض دائما مستطيلة واحد إلى اثنين، والفلة تكون مثلا بالطريقة هذه، أنا أفضل دائما أن يكون مجلس أو مدخل الرجال يكون في القسم القصير، القسم العائلة، بحيث تقدر تعطيك براح صحيح. أنه يكون في الجسم في القسم الطويل صحيح. وليس العكس. والأخ هنا حط مدخل الرجال لاحظ في القسم الطويل وأخذ منه مساحة مجلس الرجال والطعام، ووضع مدخل النساء من الطرف الآخر. لاحظ مجلس نساء، ثم دورة المياه التابعة لقسم النساء، ثم تقطع مجلس النساء إلى الصالة. لاحظ الصالة، طبعا صالة جميلة ومدروسة من ناحية الفراغ، لكن إطلالتها قليلة جدا، ما عندك إلا حوالي مترين صحيح. الدرج، فراغ الدرج، شوف لاحظ مشكلة الدرج الشرفي حينما يأخذ هذه صحيح. المساحة الكبيرة، مساحة كبيرة. ثم مطبخ مفتوح، جيد أن يكون مفتوح على الصالة، على الدرج على الدرج نعم مفترض وهذا طبعا الخدمات. ثم قسم النوم، يعني أنا حط قسم مدخل آخر نوم وتدخل إلى الأخير لقسم النوم الرئيسي. يعني شوف كيف تروح إلى مسيب طويل إلى قسم النوم الرئيسي. يعني أنا أشوف إعادة تأهيل لمثل هذا التصميم بناء على احتياجاتك، لأنه يحتاج إنه إعادة تطوير، بحيث إنه يكون هدفك هو الصالة. قسم النوم ممكن أنك ترفع فوق، وأنا أفضل هذا حتى تقدر تعطيك توزيعات أفضل. ممتاز. طبعاً احنا كذا خلصنا من المخططات، وراح في باقي نعم باقي مخططات، لكن لعلنا نرجعها في ان شاء الله. لكن الان عندنا اسئله كثير جايه من تويتر، فياريت ناخذ الاسئله بما ان اخذنا المخططات، وخلنا ناخذ اسئله. طيب برضه طبعا الاخ بندر القاسم يقول: استاذ مذكر ارجوك اعطني حل لعمل دوره مياه في البدروم لانه نازل اكثر من مكان الصرف. نعم. هل يوجد حل؟ نعم، اذا انت مصر على موضوع البدروم، فدوره المياه تكون ممكن انها تكون في البدروم، ولكن بنظام وسيستم مختلف. يجب ان يكون تصريف هذه دورة المياه الى خزان مصمت زي البيارة، بدل ما تكون مفتوحة لا تكون مصمتة، ثم يوضع مضخات غاطسة لشفط هذه المياه اللي جاية من دورة المياه ورفعها الى مستوى الدور الارضي لتصريفها. ويجب أن يكون عندك مضختين، مضخة يعني موجودة للشفط، ومضخة احتياطية وتحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى مراعاة. وبعض يعني إذا كانت خربت أحد المضخات في الصيانة أو خربت المضختين، فمعناه عندك إشكال ما تقدر تستخدم دورة المياه. لها احتياطات معينة. ممتاز. أبو عبد الرحمن يقول: مهندس مذكر، ناوي أعمر سكن استثماري، مساحة الأرض 710، ما هو الأفضل، دور أرضي وشقق أم فيلا بالأمام وشقق بالخلف؟ نعم، هذا اللي أنا قلته. أنا من وجهة نظري إذا عندك المساحة الكافية زي ما 700 مساحة كافية، أنا أفضل أن يكون الفيلا تكون في المقدمة والشقق تكون في الخلف. أنا هذه وجهة نظري واللي أحبده. وإذا ما عندك الميزانية أنك تنفذ الجميع، فيمكنك أنك تنفذ الفلة في المقدمة وترجع المخطط أو تنفيذ الشقق فيما بعد. ولكن لاحظ، حط في بالك أنه يصير في حوش عندك في مكان الشقق، فحاول إذا استطعت أن توازن بين التصميم للفلة وبين إطلالة الصالة تكون على الحوش هذا، فيكون جيد. نعم. طبعا الاستثمار في بيتك اللي راح تسكن فيه، هل هو يعني شيء جميل؟ أنا لا أفضل انه يستثمر الانسان في بيته. وانا قد قلت هذا الكلام وقلته في 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 كثير من الاحيان، انه سو لك يا اخي بيت على قدك وبامكانياتك لك ولاسرتك فقط،
والمبلغ اللي بتستثمره للسكن وزيادة الشقق هذه والتنفيذ ضعها في استثمار آخر، يعني حتى في أسهم مؤتملة مثلا وأمينة طبعا أو شرعية ممكن تجيب لك 10% في السنة ولا لا، بدون مضاربة، وهي نفس التي تأتيك من العقار. فأنا لا أفضل أنك تستثمر في بيتك، الاستثمار يجب أن يكون في مكان آخر، لأنه العائد الاستثماري قليل جدا بالسكن، لأنه الأرض غالية ولا عندك إلا شقتين أو ثلاث. الشيء الثاني أيضا الصيانة وخروج المستأجر وإزعاج المستأجرين، كثير من الناس عدل بعض الشقق وأضافها إلى بيته. صحيح. نعم. سعيد المقداد يسأل مهندس نذكر، هل العزل اللي ذكرته في أحد الحلقات 30 سنتي بداخل الخشب، أنا ما أظن أن ذكرنا خشب، هل يحجب شبكة الجوال؟ نعم. طبعا أنا ما ذكرنا طبعا الخشب، صح أننا نتكلم عن عازل حراري بين الجدارين بألواح، هذا لا يعزل الشبكة اللاسلكي، يقول شبكة الجوال لا ما تعزل بيوتنا كلها، ما له تأثير يعني، ما ليس له أي تأثير بالنسبة للاتصالات. نعم. طبعا الأخ خالد يقول مهندس نذكر السلام عليكم، هل هناك شركات متخصصة في المباني الجاهزة لبناء المنازل والفلل بجدة، وهل هي مجدية وذات جودة عالية؟ قصد البريكاست. طيب لا أعتقد. هذه نقطة مهمة جدا وكثير يسألوني عنها، فعلا المصطلح مهم، ايش تقصد بالمباني الجاهزة؟ هل البريكاست أو هل هي الخشب، هل هي البورتبلات؟ لكن اللي انا اعرفه من وجهة نظري انهم يقصدون الافكار الجديدة بالنسبة للبناء. هذه اذا انت بتقارن، وهذه النقطة اللي انا عشان تقدر تقارن صح، تقارن بين الهيكل الإنشائي للمبنى السكني اللي هو التقليدي اللي هو خرسانة وكم سعره بالمتر، مع الهيكل الإنشائي للنوع الجديد. التشطيبات هنا وهنا واحدة، يجب أنك تشيلها. النقطة المهمة في قضية أي بديل للخرسانة الجاهز أو عفوا البناء التقليدي هو الهيكل الإنشائي. فتعرف كم المتر في الخرسانة أو البناء التقليدي؟ حوالي 450 إلى 500 ريال للمتر، وتشوف كم سعر المتر في المباني الجاهزة أو النظام الجديد. لا تغتر بقيمة المبنى، يقول لك قيمته 150 ألف، لكن مساحته قد تكون حوالي 80 أو 100 متر مربع. أنت تقول له ما أبغى سعر المتر المربع للهيكل الإنشائي للوسيلة الجديدة، وتعسس تقدر تقارن صحيح، يعني تفاح مع تفاح، ما يكون تفاح مع بطيخ. نعم. الأخ أبو عبد العزيز يسأل، إيش رأيك بفكرة القبو سواء كان دور كامل أو نص دور، تنصح فيها أو لا؟ إذا أنت بحاجة، مساحة الأرض صغيرة جدا وهناك فراغات ما استطعت أنك تحققها في الدور الأرضي، فلا بأس أن ينتقل جزء من النشاطات إلى الدور الأرضي، إلى دور القبو، وهذا ما عندنا مشكلة فيه. ممكن يكون المقلط مثلا أو صالة مثلا متعددة الأغراض بجزء وليس كل صراحة البيت، لأنه مكلف، ترى القبو مكلف، لازم تعرفون أنه مكلف ويحتاج إلى عزل كامل واختبار للعزل حتى لا يكون هناك إشكالات في المياه، خاصة إذا كانت الأراضي أو الأحياء فيها مياه. أنا لا أفضل القبو لأنه في إشكال، ومع الأسف الشركات يعني أو اللي بيعزلون غير متخصصة، إلا إذا جبت شركة متخصصة وتكون ضامنة لمثل هذا العزل. ممتاز. نعم. الأخ أو الأخت راحت البال يسأل، مهندس مذكر لو سمحت، أنا سأبدأ بالبناء بعد فترة قصيرة، نصحوني بالاستغناء عن المنور بالمنزل لكثرة مشاكله، فما رأيك؟ أيوة، المنور في المنزل أصلا مفترض ما له حاجة، لأنه يفضل دائما أن تكون جميع الخدمات مثل الحمامات والمطابخ على أطراف البيت، فما تحتاجين أصلا منور في التصميم السكني. نتكلم مش العمائر اللي فيها أكثر من شقة ولا بد من وجود المناور، حنا نتكلم عن إذا كان سكن صغير المفترض أن لا يكون هناك منور في البيت، لأنه الحمامات تكون على الأطراف ويتم التصريف للخارج. ممتاز. طبعا أحد الأخوة وضع اسمه SH يقول السلام عليكم، هل صحيح أنه يفضل بعد الانتهاء من العظم ترك المبنى 6 أشهر حتى يرتاح المبنى؟
يرتاح ويتقهوى وياخذ شاهي. طبعا هذه من الناحيه، هذه على فكره ترى سائده عند الناس، معتقد سائد عند الناس. انا بقول وجهه نظري. طبعا هذه من الناحيه النظريه او المهنيه يعني ليس لها اي تطبيق في الواقع. ممكن ان الواحد يبني مباشره، وجميع مشاريعنا ومشاريع الدوله والمشاريع الاستثماريه او حتى السكنيه ما في اي اشكال. قد يكون هناك احتمال ولم يثبت صراحة انه بعد العظم ممكن انه يريح، يقولون يريح، ما في اي شواهد لهذا حسب علمي. اذا كانت انت بنيت بنظام الهيكل الانشائي ولم تضع الجسور على 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 البلوك بهيكل وبعدين تبني، هم قصدهم معاد انه ياخذ فترة عشان يهبط، لا ابدا اسوي التشطيبات بعد الهبوط. لا لا ما في شيء اسمه يهبط اصلا. اذا كنت هم يتكلمون عن الهيكل الانشائي قد يريح يمكن بعض سنتيمتر او بعض الاشياء. فانا لو عندي، اذا عندك الوقت ولا عندك مشكله ممكن تجلس اسبوعين الا ثلاث اسابيع ما في اشكال، لكن ليست ضروريه وليست مهمه. انت ممكن انك تبني مباشره اذا وضعت صحيح وبالمواصفات الصحيحه. يعطيك الف عافيه ابو معاذ، شكرا جزيلا لك، والشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم بإذن الله في الحلقات القادمة، تصبحون على خير.